فرحه دخلتوا التاريخ وفرحتونا فرحتوا المغرب كامل. انا صراحه فرحانين بهذا الفوز، فرحانين بهذا المستوى اللي قدمناه. الحمد لله البنات كانوا عيالات اسيدنان، ماشي رجال، عيالات اسيدنان. فالحمد لله تمكننا نفوزوا ونشرفوا الرايه المغربيه، نشرفوا راسنا ووالدينا. حنا فرحانين بهذا الفوز، وان شاء الله في الدور الثاني نكونوا احسن واحسن واحسن ان شاء الله. ان شاء الله. مزيان انت تعرضتي انتقادات شويه على الحجاب، هذا الشيء ما فرقش معاك؟ بالعكس، انا عندي واحد الوقت كنتصنت الناس اللي كيبغيوني، اما الناس اللي كينتقدوا هادوك كينتقدوا لراسهم، ما كيوصلني حتى شي حاجه. يلا الوقت اللي عندي كنخصو للعائله والصحاب والحباب. شجعونا في الدور الثاني ان شاء الله، غنكونوا بواحد الوجه اخر ان شاء الله. ان شاء الله مبروك عليكم.